يشهد عليه الليل والنهار وبعدين الارض التي ايه المكان يعني، ثم يشهد علي الملكان ملك الحسنات وملك السيئات. بس فيه رب العباد الستير من كرم الله ثلاثة أمور. لماذا تظنون بي خيرا؟ ولماذا أظن أنا بكم خيرا؟ لأنكم ما اطلعتم على كتاب ودفتر السيئات الذي في ملك عند ملك السيئات والذي يراقب سيئات. أنتم الله شكلكم تضاهي. وأنا أيضا ما اطلعت على دفتر السيئات الذي كتبه ملك السيئات موكل لكل واحد منكم. هذا أمر من فضل الله. يعني ربنا عمى دفتر السيئات وكتاب السيئات عن الأرض. الأمر الثاني لم يجعل للذنوب رائحة. فقال أن الذنوب لها رائحة. من يجلس بجوار من؟ ولذلك الله سبحانه من ستره سبحان الله أنه ستر القبيح وأظهر الجميل. فإذا رأيتك بالمسجد ظننتك من أحسن الصحابة وأنت كذلك إن شاء الله. فإذا رأيتك تتصدق رأيتك تحويك تعتمد تعمل خير تضبط القول توصل النبي المتخصصين تعامل أهل المسير. كل هذا رب حسن مني لأني ما رأيتك إلا إذا حسنا وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. فرب العباد ستر كتاب السيئات الخاص بي عنك وستر كتاب السيئات الخاص بك عني فأحسن كل واحد منا أفضلنا بالآخر. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ليس من الذنوب رائحة. الأمر الثاني حذرنا الشرع والحديث أنني لا يجب أن أعيب على أخي بالذنب الذي يرتكبه. ليه؟ قد يحدث أن يتوب الله على هذا الإنسان سبحان الله ويعافيه ثم يبتليني انا لا تعين بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليني. انت تنزل من البيت في صلاه الفجر وراء الشيخ